هي دونك خامسا غنتعرفوا على القاسم المشترك الاكبر. اوكي قاسم مشترك اكبر. اوكي دونك خامسا القاسم المشترك الاكبر بالفرنسية اون فرونسي. دونك لو بلي غران ديفيزور كومان. بيان دونك تعرفوا على التعريف شنو كنقصد بالقاسم المشترك الاكبر، يعني من الاسم باين قاسم مشترك اكبر. بيان التعريف دونك بيان سوف تكون القاسم المشترك اكبر كندوي على جوج ديال الاعداد، يعني قاسم مشترك اكبر لعددين من زين. اوكي بيان شوفوا معايا دونك عندي ا وعندي بي كينتميو بزاف متفقين. دونك انا كنقلب على جميع قواسم ا مثلا قلت لكم هي المجموعه دي ا، هي قلت لكم لي زيكس كينتميو لكوا زد. اوكي بحيث اشنو ان اكس ولا بيان سيغ اكس يقسم وي القواسم. دونك القواسم طيب دونك اكس يقسم ا بيان سيغ دي بي، هذه بيان سيغ مجموعه تعرفنا عليهم في البدايه. اكس ينتمي الى الزد بحيث اكس يقسم بي متفقين. بيان دونك هادو بيان سيغ هما يعني هاد لي زيكس هما اللي كيقسموا ليا بي، وبيان سيغ هاد لي زيكس اللي كاين في هاد المجموع هما اللي كيقسموا ليا ا. هادو هما جميع القواسم. دونك انا كنقلب على اكبر، شوف معايا انا كنقلب على اكبر قاسم، يعني انا كنشارشي على واحد العدد اللي غيكون انيك اكس. اوكي كينتمي كوا لدي ا تقاطع دي بي اللي كيكون اكبر واحد اللي يقسم في اوميمطو او بي. دونك غتفهموني مزيان، دونك نحاول يعني نبسط الامور ما يمكن متفقين. دونك اكس دي ا اكس ينتمي الى بي. دونك شوفوا معايا يوجد واحد اكس يونيك، دونك يعني هو اللي كيقسم ليا اكس يقسم لي مثلا الرمز لي بدي، مثلا دي كيقسم ليا ا و و و اوميمطو كيقسم ليا بي في نفس الوقت متفقين. بمعنى اخر يعني فاش هاد المعنى ديال الاكبر، يعني لو جات واحد الاكس يعني باش كنقول القاسم المشترك هذا هو المعنى، ولكن درت لك نيست هنا يعني ديال الاكبر، يعني لو جات واحد الاكس كينتمي لدي ا تقاطع دي بي فان دونك هادشي كيستلزم ليا بان هاد الاكس خصو يكون كيقسم ليا هاد دي تو سامبل، هذا هو المعنى متفقين. يعني هذا هو الاكبر هذا هو المعنى. مزيان كنتمنى يعني الفكره تكون وضحات. انا نعطيكم بيان سيغ مثال باش تفهموا معايا متفقين. دونك يعني غير هذه مقدمه بسيطه قبل ما نعطيكم بيان سيغ التعريف. دونك شوف معايا ليكن ا و بي من زد بحيث لا خديت مثلا الزوج ا بي خصو يخالف ليا صفر صفر. بمعنى هادشي شنو كنقصد، يعني ا بي يعني الزوج ا بي كينتمي ليا الزاد اس اثنان ناقص صفر صفر، بمعنى ان ا يخالف صفر او بي يخالف صفر. دونك الا كانوا بجوجهم يخالفوا الصفر مزيان كنخص واحد فيهم على الاقل يخالف صفر، هذا هو المعنى. على الاقل ا و بي يخالف صفر. اوكي ا ولا بي كيخالف صفر، يعني واحد فيهم على الاقل خصو يخالف ليا الصفر باش ينسي ندوي على قاسم مشترك الاكبر، حيت ميمكنش ليا ندوي على قاسم مشترك ديال صفر مع صفر، يعني راه ما كندير والو، دونك بيان سيغ خصو يكون مختلفين متفقين. بيان دونك ليكون ا و بي من زد بحيث ا بي يساوي يخالف عفوا هنا يخالف قلت لكم يساوي دونك يخالف صفر صفر. اوكي بيان شوف معايا القاسم المشترك الاكبر لي ا و بي هو عدد من ان اطوال، من ان اطوال يعني عدد موجب قطعا، يعني ينتمي الى ان اطوال. اوكي بحيث اذا وجد
مثلا اكس يقسم A و B في نفس الوقت، فإن مالو فإن هذا الإكس فإن إكس يقسم القاسم المشترك الأكبر. غتفهمو مزيان غير بشوية ليكم مزيان. دونك نرمز له ونرمز له بي، عندنا جوج ديال الرموز، سوا كنرمز ليه بهاد النوطاسيون هادي. شوف معايا بلي غون ديفيزور كوما، غناخد الحروف الاولين اوكي، بي جي سي دي. بيان سور تقدر تلقى بي جي دي سي، ماشي مشكل، بي جي سي دي، بي جي سي دي ولا بي جي دي سي راه بحال بحال اوكي. يعني في لونجلي كيتقلبوا هاد الجوج اوكي، يعني كوما هو ديفيزور كيتقلبوا. دونك هاديك الشيء اللي سوف تقدر تلقى بي جي سي دي ولا بي جي دي سي اوكي. الحروف الاخرين كيتقلبوا ديال ا بي او أو كنرمز بكل بساطة هذا الرمز اللي بسيط بزاف، دونك أو أ كومسا بي، يعني بي جي سي دي ديال أ إي بي. هذا الرمز يعني كيشوف لتحت، يعني القواسم ولكن كيكون أكبر، قاسم أكبر بحال كتشوفوا، يعني قاسم كيشوف لتحت، يعني غيكون بيان سور أكو أصغر من أو بي في نفس الوقت، وهو الأكبر قاسم تو سامبلوم. يعني شوفوا معايا القمة، متفقين؟ يعني بحال هكا واحد الجبل، دونك القمة يعني هو الأكبر كاين في القمة، وبيان سور هو أصغر من او بي في نفس الوقت، متفقين؟ صغر من او بي في نفس الوقت. في هذا هو المعنى اللي تعقلوا عليه بصح بيان. دونك نعطيكم شي مثال بيان سور باش تفهموا معايا. باغ اكزومبل انا غناخد ا كيساوي مثلا 3 و بي كيساوي مثلا 4. دونك مثلا مضاعف او قواسم 3، دونك في الحالة اللي غيكونو بخويا خطا، دونك مبغيتش نديرهم انا باقي ما درناهمش اولا فيما بينهما. دونك من بعد هاديك، دونك نعطي مثلا 12 و 16. دونك شناهوما قواسم ا؟ قواسم ا، دونك اولا ندير لكم هنا قواسم 12 يعني مباشرة باش تفهموني. قواسم 12 شناهوما اللي كيقسمو 12؟ عندنا 12 كيقسم 12، عندنا كذلك 6 كيقسم 12، عندنا كذلك 4 كيقسم 12، عندنا كذلك 3 كيقسم 12، عندنا 2 كيقسم 12، وعندنا كذلك 1 كيقسم 12، متفقين؟ صفر لا، اتونسيون، كيكون القواسم كيكونوا يخالفوا الصفر، بيان، والقواسم ديال 16 شناهوما العدد اللي كيقسموا لي 16؟ عندنا 16، عندنا كذلك 8، نعم 8، عندنا كذلك 4، وينو؟ عندنا كذلك 2 او 1. دونك بيان سيغ هذا بيان سيغ هما القواسم على ما كنعتقد، ما كاينش شي حاجه اخرى. وي ونو 16 8 4 2. دونك شوفوا معايا يعني الاعداد المشتركه هنايا، عندنا واحد مشترك، عندنا كذلك واحد، دونك عندنا 2 كذلك، عندنا 4 نعم، دونك هادو هما اللي عندنا مشتركين. دونك شوفوا معايا اكبر عدد من هاد المشتركين، اكبر واحد فيهم هو 4، دونك 4 هو اللي كنقلبوا عليه. دونك يعني في هاد الحاله البي جي سي دي ديال 12 و 16 هو 4، متفقين؟ يعني تو سامبلومون كنديروا هاد النوطاسيون 12 بي جي سي دي مع 16، اولا بلي غون ديفيزور كوما ديال 12 و 16 هو 4. مزيان، دونك هذا هو المعنى بيان سيغ ديال قاسم المشترك الاكبر.